السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحسن الاحوال نتوما والاحباب ديالكم. فهاد الفيديو البنات غندير معاكم شويه الصفه بالطريقه ديالي. صفه مسقيه بالدجاج وشويه البصله وغنشارك معاكم، كنتمنى تعجبكم. تصلح البنات الغداء والعشاء، مهم سهله بغيت توجديها انتي تخدمي الصفه وفي نفس الوقت راه المريقه راه كتوجد دغيا حتى هي. احتاجوا البنات هنايا نص كيلو ديال الصفه، هي اللي درت نص كيلو. وتختاروا ديما الصفه تكون ديال القمح، يعني القمح تكون صفراء تكونش ديك البيضه. بالنسبه للمبتدئات ديما نختاروا ماركه ديال الصفه تكون مزيانه، ديما حاجه كتكون زايده كتكون فيها الجوده، كتكون زايده شويه في الثمن. وغنحتاجو مع هاد الصفة شوية الزيت هكا باش نبسبسوها، تبسبس مزيان، كنبسبسوها بالناس بحبة بحبة. هنا المريقة اللي غادي نسقيو بها، نحتاجو الدجاج مقدار اللي بغيتو، تقدر ديرو تا دجاجة لا بغيتو نص دجاجة، تقدر دير قريجطات زعما القريجطات جنيوحات ديال الدجاج اللي بغيتو. وكنحتاجو مع البصلة، انا تقريبا درت نص كيلو ديال البصله، حيت درتها نص كيلو ديال الصفه. وتقدر ديروا حتى كيلو الا بغيتو، قد ما كثرتوا كميه ديال الصفه وسميتو خصكم تكثروا كميه ديال التقيه. وغنديروا هنا تخرقم طبيعي وشو واحد شويه ديال الشعره ديال الزعفران الحر والقرفه، واحد القبيصه ديال التحميره وبزار وسكنجبير والملحه، قويطه ديال القزبر والمعدنوس البنات، وزيت العود والسمن. صافي هادشي كنحاجو في مع الدجاج. هنا نجيو غنبسبسو من بعد ما درنا اللقامة ديالنا مع الدجاج، درناها تشحر تقلى هكا شويه. غنجيو هنا نبسبسو الصفه ديالنا، راح طريقه البنات ساهله ديال الصفه، ثلاثه تفويرات صافي راهي واجده. هنا البنات خدينا الدجاج ديالنا درنا دابا يتقلى صافي، درنا دابا الصفه ديالنا تفور. الفوره الاولى خليوها البنات تفور مزيان، حيت الفوره الاولى اللي كتفور مزيان يعني الفوره الاخرين كتبقى تخليهم هذيك ربع ساعه. الفوره الاولى خليوها هذيك نص ساعه مزيان، خلات تشبع، غطيوها بشي سربيته بحال هكا. وهنا الدجاج ديالنا هو كيتقلى هنايا، درنا ليها الزويته البنات. في نفس الوقت كندير الماء طايبه بالناس هنايا، حيت غنستعملو غنكبو على الصفه الماء طايب. كاين كيخدم الماء بارد ولكن ديما انا كنفضل الماء سخون، كدغيا كطيب ليا دغيا كتوجد. هنا الدجاج ديالنا راه كيتشحر مع الاقامه كيف قلت لكم البنات. وديرو شويه السمن وزيت العود، ديرو زيت العادي ولكن انا كندير زيت العود، الا كانت متوفره متوفرش راه كندير الزيت العادي مع السمن. والإقامة ديالنا قبيطة ديال القزبر والمعدنوس، شوية الزعفران الحر، نخليو الدجاج ديالنا يتقلى باش يدخلو ديك الإقامة تدخل مزيان. البنات البصلة هي كلشي فهاد الصفة، البصلة كترو البصلة، تقدرو تشلضوها بالطريقة اللي كندير أنا، تقدرو تشلضوها هكا رقيق هكا الطريقة مزيان باش كتجي باينة شوية في الصفة، راه كطيب كتكون طيبة كدوب. هنا من بعد ما طاب الدجاج ديالنا غنضيفو الإضافات الأخرى اللي كنضيف من بعد، صافي راه الدجاج ديالنا غير كيوجد. هنا البنات واحد شوية ديال السكر تقريبا ربع طوبة هكا، ومطيش الحك، وواحد شوية ديال الضيمة ديال البنة، بغيتي ديروها ديروها ديما كيبغيش يستعملها ميستعملهاش، واحد مصيص ومطيش الحك تقريبا واحد المعلقه صغيره كعامره، واحد شويه ديال السكر. السكر قدر ما تضيفو ما تضيفوش بالنسبه اللي عندهم السكر. دابا من بعد ما ضفنا الاضافات الاخرين دابا غنسدو عليها باش تعلق شويه. صافي هو الدجاج ديالنا راه طيب، كنسقيو بالقياس ديال الماء اللي غنحتاجو باش نسقيو الصفه، كدير العبار اللي يقدكم.
صافي دابا راه جاتينا حاجه تقولي طيب غنسدو عليه تقريبا واحد الشويه واحد 10 دقائق صافي راه كتسمى واجد. هنا الصفه ديالنا دابا راه فارفوره الاولى دابا نحيدوها باش نسقيوها بالماء سخون طفي البابو هكا وديروا شي حاجه من تحت شي جميله هكا ولا شي طاسه على حسب السخونيه على حسب البابو. هنا البنات المقراش ديال الماء كله غنسقيو بهذاك المقراش ديال الماء كامل نسقيوها بحبه بحبه ما نخليو حتى حبه هكا ومسقياش. الماء طايب هذا كيسرع عليها مهمه تاع الطبخ يعني دغيا كطيب. هذه البنات الصفه ديال القمح ماشي ديال الفورس واحد النوع كيكون بيض كتكون بيضه وعلى سبه دغيا كتعجن كتجي حبه لاصقه على حبه وتديك النوع راه كنخدم انا بالنسبه للمحترفين كيكونوا مولفين على داك انواع ديال الصفه اي نوع كيسلك راسو. بالنسبه للمبتدئات اللي يجيبوا ديال القمح وديما يجربوا المبتدئات يجربوا كميه قليله ديما سبقوا كميه قليله وعمركم تجيو تغامروا بكيلو لا ديما كميه قليله في اي حاجه بغيتو تجربوها بداو بكميه قليله. صافي من بعد ما درنا الماء سخون درنا دابا تفور واحد 10 دقائق ماشي بزاف هاد الفوره ملي كنكون ندير الماء سخون مخلاش تفور بزاف. دابا غنكبوها غنسقيوها بالماء غنديرو لها مليحه وغنديرو لها شويه الزبيده البنات. هنا التصويره كنصور بوحدي هنايا ملي كنصور بوحدي راه كنشد التليفون باليسر وكنخدم باليمين. انا البنات ديرو شويه الزبده انا كانت عندي زبده قليله ديال البواطا زدت شويه الزبده اللي عندي اللي مولفين كتشوفوها عندي في الفيديوهات كتكون الزبده بلديه طيبه. صافي هنا من بعد ما سقيناها بالماء درت لها جوج كيسان ديال العنب هكاك وشربات المويها درت لها المليحه. صافي فاش شربات المويها ديالها درت لها شويه الزبيده دابا غنديروها تفور نديروها تفور البنات. الفوره حيت تقول الفوره الثانيه دابا هادي حيت الفوره ديال كبيره ديال 10 دقائق هذيك غير داك الماء اللي باش كنسقيوها كنبغي باش الكسكاس كيشرب داك المويه اللي كتكون في الصفه ديك غير 10 دقائق. صافي درنا دابا فارس واحد ربع ساعه صافي دابا هنا ملي غادي نخليها تفور الفوره الثالثه وغادي نسقي عليها الدجاج ديالي بصله الطريقه ديال الصفه مدفونه غير الصفه مدفونه ما كيكونش فيها التقيه ديال الماء ما كيكونش فيها الماء بزاف يكون دجاج وكيكون بصله بوحدها شار ما كيبغوش ميها. هنا درنا الماء غادي كتسمن مسقيه بحال كتسقيها بحال السكسو خص تجي المريقه خاطره البنات خليوها تتعقد شويه. فكتذوقوا داكشي ديالكم في الملحه ذوق البرمود ذوق الصفه المليحه زعما العباره داكشي ايوا هي الصفه ديالنا من بعد ما طاب الدجاج والبصله والصفه ديالنا. صافي كنسقيوها وكتخليو تسقوا في جبيبنا هكا اللي بغى مازال يزيد ولا شي حاجه المهم كتخليوها السقوه تكون عاقده ثقيله كتجي البنات بنينه الطريقه ديال الصفه جربوها تقدروا ديروها غدا عشاء هادي كميه ديال نص كيلو ماشي كميه كبيره. كنتمني تعجبكم الطريقه والطريقه ديال الصفه وتجربوها ودعموني البنات باللايكات ديالكم ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله خليت لكم راحه.